دابا الخطر ما عاد يستأذن، صار الخطر الآن يدخل مباشرة إلى عقر البيت، إلى أخص الخصوصية، ويهدد الأسرة من داخلها. على رأس هذه الأخطار قضية الدراما، السينما، المسلسلات، الأفلام، وقضية ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه يعني غيجي واحد يقول لك ودينا التلفازه مثلا، شحال هذيك نقولوا الخطر المهدد هو التلفازه وكذا، كيقول لك ودينا بلاش من هنا كاع ديك التلفازه. اي ولكن دابا ولا الخطر دخل عندك البيت، والخطر ما بقيتيش غير كترصد ليه انت وتحضيه، ولا دخل عندك لعند الزوجه، لعند الوليدات، الزوجه داخل الخطر ودخل لها عند الزوج ديالها، لعند الوليدات، لعند البنيات. فهذا الخطر هذا ما عاد ينتظر احدا، وما عاد يستاذن على باب. فهاد الاخطار هذه شنو الاشكال معها؟ هي انها تسوق نوع وهم للاسر، لان مثلا باش نجيبوا واحد المسلسل مثلا وكنسوقوا في واحد المجموعه من المفاهيم، خصنا باش نروجوا ديك المفاهيم خصنا واحد الغلاف، هذاك الغلاف نحاول ان ناتي بكل ما يمكن ان يدغدغ الشهوه على المستوى الجمالي. فكنجيبوا اجمل الرجال ونجيبوا اجمل النساء، ولا نكتفي بهذا، كنجيبوا لهم واحد الطاقم ديال التزيين والتجميل والمكياج وكذا تيخدم عليهم باش يوجدهم في ابهى حله، وتنجيبوا واحد الطاقم ديال الاخراج وكذا الى اخره والاضواء باش كيوجدوا، وغير تيدوي جوج كلمات ولا ثلاثه كيقول ليه ديك الكوبي ديك حمس كيقطعوا، تيعاود يجيبوا الماكياج يقاد قاد لي ما خصش شويه العرق يبان، فكيبقى داك السيد فداك المسلسل يتوهم المشاهد ان هذاك السيد راه هو هكذاك داير، ديما زوين وديما مقاد وديما كلامه حلو وديما معسول، بالنسبه للراجل كيشوف المراه هي بنفس الطريقه. شتي وقع ليه؟ إلا خدينا صخرة وجبنا واحد الشريج ديال الماء، صهريج كبير ديال الماء، وحليناه دفعة واحدة على ديك الصخرة، أقصى ما غيقع أن الصخرة ستغسل وضربات الشمس عاود تنشف وتبقى هي هي. لكن إلا جبنا داك الشريج وعلقناه فوق الصخرة ودرنا فيه ثقب وخليناه كيهبط نقطة نقطة على نفس المكان، أعطيه واحد المدة ورجع، والله تجده قد حفر الصخرة. هذه الصخرة وهذا ماء، فكيف بقلب إنسان يعني فيه في تركيبته الفجور وفيه رقة وفيه كذا إلا أن يزكي الإنسان نفسه؟ والخطر الذي يأتيه يوما بعد يوم، حلقة بعد حلقة، مشهدا بعد مشهد، أخطر من ذلك الماء، بل أقتل من السم الزعاف. ليت يوقع هو أنه الإنسان يطيح في ذلك الفخ ويبدأ في المقارنة بين ما عنده من واقع وبين ما يشاهده من وهم، فاش يبدا الفارق طبعا مباشره تيبدا يبان لي شخص انا ما السيده هذه لا هي بداك الزين ولا هي بداك الجمال ولا داش يسدد وقار بدر الهدف تسدد عليه من 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 الدقيقه الاولى، انه وقبل هذيك المساله هي حتى هي كتولي جالسه الراجل تيدخل كاين شي ما يتكاهل وجدتي شي حاجه ديما عارف اني تنجي عيان وسميتو هي الله شاهدت واحد 33 حلقه وهذاك ديما كيكلمها بالكلام المعسول ويكلمها بالكلام الزين وكذا وجدتي شي حاجه لا بلاش الحبيبه ديالي هي راه حبيبته ولا ما كتعرفوش وما كيجيو كيتخلصوا تيمشيو بحالاتهم. وحنا كنعيشوا هذاك الوهم كنبداو نقارنوا كنشوفوا الوليدات كيفاش دايرين وتيتجمعوا سميتو وي بابا جو دورونج فهمتيني الصباح الفطور كذا الى اخره، وواقع الناس بخلاف ذلك. وانت ملي كتفيقها تقشرتي فينا هي المسطره الاستاذه ما درتش التمارين البارح، ويقارن اش كيصحاب تيصحاب راسه راه هو الوحيد الذي وقع في هذا الفخ هذا المطب بالمصيبه، وان الناس راه كلهم عايشين هذاك المنظر اللي كيشوفوا. والحقيقه ان الواقع الذي تعيشه يا حبيبي هذا هو واقع الناس وهذا هو عموم الناس، وبهذا الابتلاء انت تجازى وتنتظر الجنه ان شاء الله، بل وبعيشك واقعك على الوجه الذي ينبغي أنت تحول ذلك الواقع إلى حياة السعادة، وكتعرف بلي هذوك الوليدات خصك تصبر عليهم وكذا، وهذاك الشيء اللي كتشوفه أنت وتتقارن به إنما هو وهم محض وهم. سيدة أنا أذكر هذا المثال وأختم به إن شاء الله تعالى، السيدة عندها مع الزوج ديالها جوج الوليدات، وقع خصام شجار ما استطاعوش يكملوا طلقوا، دواليب الحياة لأن قلة ذات اليد هي خصها تخرج تخدم 8 ل 12 جوستا، هو خصو يخرج يخدم 8 ل 12 جوستا، فما عندهاش هي فين تحط هذوك الوليدات، تتحط هذوك الوليدات عند الجده ديالهم. الجده ديالها الام ديالها اللي هي الجده ديال الوليدات بعيده شويه على دوك على المكان ديال العمل ديالها والسكن ديالها. اذا الوليدات ما كتشوفهمش طيله الاسبوع من اثنين حتى للجمعه. امتى كتمشي تشوفهم؟ اللي كتخرج من الخدمه نهار السبت مع الصباح.
كتمشي تشد الوليدات كدوز معاهم السبت في العشيه والحد باش شي شويه تشبع هذاك الفراغ العاطفي اللي كتحس به وداك الذنب اللي كتعيشه مع الوليدات كتحاول تغطي عليه. اشنو تدير؟ كتخرج هذوك الوليدات، حنا في مطعم، حنا في مقهى، حنا في ملعب، هذاك الشيء كله دابا بهذه المصيبه الهاتف النقال اللي ولا عندنا. تصور صور 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 صور، وهذيك دغدغه العواطف اللي بغات ديرها هي لنفسها والتغطيه على داك الاحساس بالذنب وكذا والتقصير كتفرقوا على الاسبوع. اثنين كتحط صور ديال القهوه، وثلاث كتحط صور ديال كذا. خذ معايا دابا في الجهه الاخرى امام الشاشه، مرأة عندها شي شويه المشاكل مع الزوج ديالها في حل كاع البيوت، وعندها شي شويه صداعات مع وليداتها، ومره تخرج مره ما تخرج كذا، هي كتشوف هذه السيده اليوم في القهوه الفلانيه، الاخر القهوه الفلانيه، انا مع الوليدات، هي في الملعب، هي كذا هي كذا. اش كتشوف؟ كتشوف راسها مقهوره، تشوف راسها مظلومه، تشوف راسها محقوره، وكتقول شو الناس كيعايشين، وشو هذه السيده كيغدا بخير، وهي تتخيل ان يوم تلك المرأة 24 ساعه على 24 كله سعادة وهناء ونشاط وكذا، ولا تدري ما تعانيه تلك الأم من الذل اليومي في الإشكالات اللي هي عايشة فيها، المادية الاجتماعية النفسية. وكان بدأوا نقارنوا، وملي كتولي هاد العدوى تنتشر، كتولي الأسرة اللي احنا زعما تنتكلموا عليها وبغينا نربحوا بها الدنيا والآخرة وكذا، كيولي جزئية بحال هذه إن لم ننتبه لها ولخطورتها والله تشتت الأسرة من الداخل. يعني قد يعني يخاف الناس في هذه المسألة هذه، لكن نخيفهم لنؤمنهم ولكي ينتبهوا لهذه ربما الأغاليط اللي قدروا يقعوا فيها والمغالطات، ونسأل الله عز وجل أن يحمي أسرنا كلها. الله يجزيكم بخير.